الفترة المسائية بمشيئة الله وتوفيقه سوف تكون في تمام الساعة الرابعة مساء مع ايضا المجسمات لهذا السن. اذا الفترة المسائية هي الساعة الرابعة مساء مباشرة مع ثاني اشواط هذا الصباح واول اشواط الاذاعة المهجنات الاصايل، مشهورة على الصدارة، مشهورة على المركز الاول. السيد سالم بسعيد بن حضيرم الاكتبي من يتواجد، الزميل المضمر والمحلل والمعلق ليتواجد ويقدم هذه المشاركة مع هذا المهرجان الكبير. اذا سالم بسعيد بن حضيرم الاكتبي يقدم مشهورة على الصدارة على الانطلاق على المسار الاول، بينما المركز الثاني هناك ناصية لسعيد بن حمد بن مصلح الاحبابي من يتواجد في ثاني المراكز لينتقل مباشرة الى العزوم القادمة على ثالث المراكز. عبد الله بن حمد بن براك المري يتواجد على المركز الثالث في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، بينما المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات تدخلات من هذا الاسم القادم من وسعيد بن سيف بليزيعي الاكتبي يتواجد على المركز الرابع، والمركز الخامس هناك الدخول من الاسم الظبي مبارك بن سعيد بن محمد الكليلي وصل في هذه اللحظات ليقدم انطلاقة الظبي، ولكن الدخول 400 متر النهاية رباعية ولا أروع. الله الله الله، التنافس القوي، التحدي المثير. وصل أيضا الاكتبي ليقدم راشد بن علي بن رشيد الاكتبي، هناك سلهودة، وصلت اليرموك، اليرموك غيرت الصدارة، غيرت الصدارة اليرموك، اليرموك عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني مع اليرموك على الصدارة على المركز الأول، ولكن هنا مشاهدي الأعزاء سلهودة واليرموك، اليرموك وسلهودة، جود مورنينج يا الشهواني على هذا الفوز والانتصار، تهانينا لعبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني. المركز الثاني وصلت هناك تغطية هادي بن سالم او في المركز الثاني بالفعل سلهودة راشد بن علي بن رشيد الاكتبي، والمركز الثالث تغطية الهادي بن سالم بن محمد بن بخيت المري، المركز الرابع العنود صالح بن حمد القمر المري، المركز الخامس وصلت سيوف حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي ما يبناه لا طاري الا مع الخط النهاية. تهانينا والناموس مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. اعود بالتوقيت الزمني، ما شاء الله هذه لحظات الوصول 9 دقائق 27 ثانية وخمس اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس ايضا لمالك اليرموك عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني، المركز الثاني 9 دقائق مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، المركز الثاني وصلت ب9 دقائق 28 ثانية وجزئين من الثانية اللي هي سلهودة راشد بن علي بن رشيد الاكتبي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار بالمركز الثاني، بينما المركز الثالث وصلت هناك تغطية لهادي بن سالم بن محمد بن رخيت المري، قطعت مسافة السباق في 9 دقائق 28 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.